هشام عبور صحافي حر، هشام عبور صحافي حر، كنت كتبت السمانة اللي فاتت مقال في أتاليا اللي يصدر بالفرنسية والإسبانية والإنجليزية، تكلمت عن شبكة تاع المخابرات الجزائرية اللي أسقطتها الأجهزة الأمنية الفرنسية، وأعطيت أسماء. من ضمن الأسماء ولد الحرام هذا قاسي غيلاس. هذا سي قاسي غيلاس واش يدير؟ يبعث برية الأتاليان، عم بالو دوك الأتاليان كيبعث لهم قول لك واش كبير واحد انا درك نحيوه يا بغي نحيو صحفي كيما انا، روح قول لهم واش مكانتي انا في أتاليان، روح قول لهم واش مكانتي هشام عبود في أتاليان. مسخه عم بالك راح يجوا يصدقوك، انا واش كتب لهم؟ نقرا لكم المرأة اللي بعث لهم، لانه بعثوها لي هما، قال لي هاك تفضل. يقول لهم جو موبوز على ارتيكل ريديجي بار هشام عبود، انا ضد راني معارض المقال اللي كتبوه هشام عبود. سيت إكريفان a délibérément mentionné mon nom dans l'article afin de me faire chanter avec le nom de votre site. قالهم هذا ذكرني باش يبتزني. اسمع واش راح على كيفاش نبتزو، باش يبتزني في المستغل الاسم تاع الموقع ديالكم. Je n'ai aucune relation proche ou distante avec les personnes mentionnées dans l'article. يعني حتى علاقة لا قريبة ولا بعيدة مع الناس اللي مذكورين في ال من ضمن الناس اللي مذكورين. جبار مهنا، أي تفتيس كاروس جاهيد سعد، جلد لندن، هذو كامل مذكورين. Je m'appelle قاسي غيلاس، هو دار جيلاس. J-I-L-A-S. Et j'habite en Algérie. Je trouve que c'est... Non. Donc, il le kena. L'écrivain m'a contacté sur WhatsApp et m'a demandé de payer de l'argent en échange de la suppression. Oh. Il m'a dit sur WhatsApp et il m'a dit que je n'ai pas de nom. Il m'a dit que je n'ai pas de nom. Il m'a dit que je n'ai pas de nom. Il m'a dit que je n'ai ولا جاب لندن اللي يدسو الناس سميه هشام عبود، معروف القريب والبعيد والقريب. قالو خلصني باش نحي. الوغ جو بو دوموند دو سوبريمي مون نون دو لارتيكل، نطلب منكم تنحيو اسمي من الارتيكل. جو سوفر، راني نعاني، ولو كان يعيطوني البوليسيه الشرطه الجزائريه بسبب تحقيق شهرتي سمعتي ما ريبوتاسيون ا ايتي تيرني اي جو ني اوكين ريلاسيون افيك لي بيرسون مونسيوني دون لارتيكل. سمعتي مراتي بون انا كي بعثوها لي واش نجاوب؟ ما تقصوا على بالهم. بون راح ترجمة يعني كتاب بسيط، ترجمتها الإسبانية باش بعثها للمدير، بس نترجموها مرة أخرى للفرنساوية. تجي هذا ولد حرام كل مرة بتزني وطلب مني دراهم وتيم بغالون فاك. هاي بغالون Alors, bonjour cher ami, الشخص cet individu est responsable de mon assassinat en France et en Belgique. Les copies des procès verbaux
des PV avec la police française. Maintenant, tout ce qui compte, ملي كانوا يفتشوا عليه، ملي كانوا يتبعوا فيه الشرطه، ملي وقفوه حتى تاع الصباح، ملي داوه لا غاردا فيو، ملي حكموه، وكيفاش خرجوه بلي مينوت من دارو، كيفاش فتشوه، كل شيء مكتوب. سمعت؟ قدم هذا راه واحد في فرنسا ماشي في الجزائر. وقولوا له اذا يعني ردوا له اذا يعتبر نفسه انه يعني انا مسيت قذفته سي ديفامي سيستيم ديفامي في هذا المقال، ما عليه الا يرفع دعوه امام المحاكم الفرنسيه. عنده لافيلياسيون تاعي وعنده العنوان، وعنده لافيلياسيون تاعي من يعطوهم المخابرات كان عنده كانوا يتبعوا فيها. ولكن قلت لهم زيدوا ذكروهم له، ها هو اسمي، ها تاريخ ميلاد، ها الجنسية، ها فترة السيجور ديالي في فرنسا، ها معنى المساكن. قلت لهم العشية درك نربيه في اليوتيوب، وهذا اللي انا قاعد ندير فيه. هذا ولد الحرام هذا يا فلاس لي قل له انا ما عندي حتى انا اقول له اذا عندك ذره اليوتا اليوتا ماشي اسمه ريحه تاع حاجه اسمها شرف، شفت كيفاش؟ ما نقولش عندك ذره تاع شرف من ريحه يا ولد الحرام. شوف كيفاش نزيد لك هذا ونزيد لك يا ولد الحرام. اذا عندك غرام ذره روح ارفع بيا دعوه على الشيش، روح ارفع بيا دعوه لان الملف تاعك راه عندهم، الملف تاعك راه يقولوا انا ما نسكنش في فرنسا، انا راني كذا، انا راني ما نعرفش اي تفتيس، ما نعرفش الجد، ما نعرفش سفيان، ما نعرفش حسين بولحية، وما نعرفش الملف كومبلي بعثتو انا الاطرايا شوفوا داير تم ريبوندا لي المدير تاع الموقع يحترموني ويعرفوني واش نكون يعرفوني. لا اوكي استابا كلار اوكي باينة واضحة لا اكثر ولا اقل. لا عايشة معبود انت ولا الحرام ها تمزلك مذلول مذلول تنبطح قدامي. عنده اربع سيارات في فرنسا بلا خمسة، لودي ما حبش يتكلم عليها، مع انه قالوا لودي علاش ما تكلمش عليها، اللي اثنان بحث، يا ودي بحث تاعو قد بالحمد لله وندير عليه كتاب، وندير عليهم ايه نعرف ندير عليهم، والقضية تاعو مازالت عالقة في التحقيق، لأنه إذا البروكيرور بأمر من وزير العدل يقول لهم يا با يو فيولونس ما قتلوهش، أوي لا يقتلوني، نكلاسيو، إذا في القانون الفرنسي كيفاش Je ne fais pas appel à un procureur, nana, d'être une plainte en me conscient partie civile ou ma le cadet. Je n'ai pas de minéraux ou la domine pire. C'est la forme à mettre en place, c'est la forme à mettre en place. Il dit à des collègues, t'as dit, c'est ni de modèle et d'arrain, mais je ne suis pas émis l'article. اسمع وتجيب اموال الدنيا وتجيب اموال قارون والله ماني جاب انا درتو باش نرمتكم انا نكتب باش نرمتكم كامل كيما راكم انت في لو ديرني تي بوليكو دو لا كلاس تي لو ديرني تاعهم سنحطك معاهم نحطك معاهم انا اللي انت ما تهمنيش انت بعدك باش تقتلني ما قدرتش قعدت تمسخر بيكم ندي فيكم ونجي فيكم نبعث فيكم لاسبانيا نبعث فيكم لباري نبعث فيكم وانا قاعد نتكسل نبعث فيكم بلجيكا والبيفي كي جا في الاخر يجي يلعب زعما يقول له منو كان متبعينو متبعينو على بالهم كلش عادي يلعب يقول انا شوفور راح ندي غير ندي تفتيش شوفور شوفور ها لا ومن بعد تقول انا نخدمه هو ما عندوش شوبيز دو كوميرس شوف الشيء اللي داروا مفضوح مفضوح
اغلق فمك يا ولد الحرام، سلك هذوك زد شوف واش عاشر. قالوا انا خابو كان الشرطه في الجزائر يحكيو معايا، انت راك عايش في فرنسا، عايش في فرنسا يغرق فمك اللي يحترم كيل. هاك واش نبح، انا درت لك فيديو ودوك نعاودها لك برو، اوكي صدرك وحده بالفرنساويه عادي. قالوا لنا نعطيها هذه بالفرنساويه ومن بعد نكملوا لا سويت تاعنا. خواني فهموش فرنسي اسمحوا لي على كل حال، اللي راح ناخذ عندهم وقت، ولكن لازم باش لانه الشرطه الفرنسيه والمخابرات الفرنسيه جاي يفهموا يسمعوا شنو غادي نقول. فوالا هذا بعد الجينجل.